يوصله. اول مشكله ازاز العربيه اتكسر فده كان مظبوط. وتاني مشكله ان الموبايل وقع جاب شاشه مع ان كان مشروخ الصبح، دلوقتي بقى وقع من الزحمه جاب خالص. فاحنا ما قدمناش الا حل واحد بس عشان نحل المشكله دي، هنعمل ايه الحل ده؟ لاي حد ساكن في الرحاب ومدينتي ومدينه نصر واي حته جنب الرحاب يجي هنا ندخل نشوف الموضوع ده. رجاله انا موبايلي اتكسر، موبايلي اتكسر، شوفوا لي حل. انا لله وانا اليه راجعون. لا لا بالله، كنت نازل عادي في امان الله، ليه بتوقعوا الموبايل في الارض ليه؟ حصل خير يا مظبيط، حصل خير. طول ما انتوا هنا ساكنين في الرحاب او اي حد يجي يصلح في الرحاب حصل خير. طيب عشان قلبي ما بيسمحليش ان انا اشوف موبايلي وهو بيحصل فيه كده، فانا هستنى بره. الحمد والشكر لله، الموبايل رجع تاني يا جدعان. في خلال نص ساعه بالظبط الموبايل رجع تاني زي ما كان في الاول. فانا عايز اقول لكم ان انا مش همشي كده طبعا، عادي يعني، عملت خصم 20% لاي حد يجي من المظابيط هنا في الرحاب يصلح عند اكس فون. اي حد يجي هنا من المظابيط ليه خصم 20%. الكلام ده 20% لاي حد من المظابيط، اكيد اي حد تبعك يا باشا 20%. بس يا جدعان اي كلام سكه، واي اي مكان اروح اتعامل معاه خصم من المظابيط. احلى مظابيط في الدنيا. باظت باظت.